تقدم حسين هرموز من ملاك الفرقة 11 قيادة الفرقة. من الملازم الأول عبد الرزاق محمد طلاس، من الفرقة الخامسة اللواء 15 الكتيبة 802. الأسعار من مرتبات الجيش العربي السوري. القوى الجوية الفرقة 22 اللواء 14 مهندس سرب الباء 678. العقيد أحمد جازي حجازي من مرتبات الفرقة 18 دبابات قيادة الفرقة. الرائد عبد الرحمن الشيخ علي من مدينة الرسا. أنا الرائد المظلي ماهر إسماعيل الرحمون النعيمي من مرتبات الحرس الجمهوري وهذه هويتي. أنا الملازم هو محمد عبد العزيز الطاس من مرتبات الفرقة 15 قوة خاصة من مدينة الرسا. أخيك عبد الله بقوه من مدينة الرسا الفرقة التاسعة وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر. ويتن يا أهل الرستان، الرستان عم ينتهك الأعراض بالرستان، الرستان عم تدمر بالمدافع والهاونات والدبابات، الرستان تدمر. ويكن يا ضباط الرستان الشرفاء، يا ضباط الرستان ويكن؟ ضباط دمير ويكن؟ ضباط القصير، ضباط إدلب، ضباط المحسن، ضباط دير الزور جميعهم وناس الجميع الضباط الشرفاء. أنت تحط العسكري تبعك بالبصورة الحقيقية وشغل ضميرك. أنت انتسبت على الجيش ولا أجل حماية قائد الأسد. أنت ضابط شريف خليك شريف. انشقاقي عن الجيش العربي السوري. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري. أعلن وبكل جرأة ولا أخاف بالله لومة لائم انشقاقي عن الحرس الجمهوري والجيش القاتل. أنا من انشقاقي عن الجيش العربي السوري. انشقاقي عن الجيش العربي السوري الذي انحرفت مهمته من حماية الشعب والوطن إلى حماية بشار الأسد وعصابته التي قامت بقتل الأطفال واغتصاب النساء وذبح المصلين في المساجد. نحن كثير خالد بن الوليد من عهد الله ومن عهد الشعب السوري. يا راح نموت كلياتنا، يا رح نموت كلياتنا، نحن وياهم مع بعض ومجهزين مفاجآت راح اهز الهزتي باذن واحد احد. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انا الرائد المظلي ماهر اسماعيل الرحمون العيني، اعلن انضمامي الى الجيش السوري الحر، جيش العزة والكرامة، الذي سيبقى مدافعا عن شعبنا الابي حتى ينال حريته ويكسر قيود الظلم والطغيان. مع بعض العناصر عن الجيش وهذه هي هويتنا. وأعلم عن مسؤوليتي وتبني عملية قتل الأمن والشبيحة في انحرافها طريق الغار ردا على هجوم الأمن والشبيحة لقرية معارف حرمة. كما ندعو شرفاء الجيش الأحرار من ضباط وصف ضباط وأفراد لقول كلمتهم الحرة، وذلك بالانضمام إلى صفوف الضباط الأحرار. عاشت سوريا حرة أبية، النصر للشعب السوري قريب بإذن الله. عاشت سوريا حرة أبية، عاش الشعب السوري البطل المقدام، عاش الجيش السوري الحر، والنصر لقضيتنا بإذن الله.